أولاً على مستوى المبادلات التجارية، هناك اتفاقات سابقة وهناك اتفاق تجاري تفاضلي مبرم بين الحكومتين التونسية والجزائرية، ولكن في اعتقادي لم نحسن تطبيق هذا الاتفاق. واليوم أعتقد أنه بالاتفاقات الجديدة لابد أن العلاقات التجارية بين البلدين بين تونس والجزائر تصل إلى 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 إحداث منطقة للتبادل الحر، وهو ما يعني أن البضائع والسلع الجزائرية سواء كانت صناعية أو فلاحية أو غيرها لابد أن تدخل السوق التونسية بدون أي حواجز وبدون أي رسوم وبدون أي معاليم جمركية. نفس الشيء بالنسبة لتونس، البضائع التونسية والسلع التونسية لابد أن تدخل إلى السوق الجزائرية بدون أي عوائق وبدون أي حواجز وبدون أي رسوم جمركية. إقامة منطقة للتبادل الحر بين البلدين في اعتقادي هي هدف لابد من العمل على تحقيقه. إقامة منطقة تبادل حر أم تفعيلها سيد محسن؟ نعم، تفعيلها بالأساس، وأعتقد أن الاتفاقيات الجديدة تدعم هذه الاتفاقيات الموجودة. هناك اتفاقية للتبادل الحر موجودة بين البلدين بالإضافة لاتفاقية التبادل الحر بين البلدان العربية، ولكن بصفة خاصة بين تونس والجزائر أعتقد أن اليوم لابد من تفعيل اتفاقية للتبادل الحر بكل ما في الكلمة من معنى في الاتجاهين، في اتجاه الجزائر وفي اتجاه تونس. نعم. وهذا سيعود بالنفع على الجميع. الهدف طبعا الأساسي هو تحقيق الاندماج الاقتصادي كما قالها السيد الرئيس الجزائري، والاندماج الاقتصادي من الناحية العلمية الاقتصادية لابد أن يمر بمراحل. أول هذه المراحل هي إحداث منطقة للتبادل الحر، وهو ما نرنو إليه جميعا. نعم. ثم لما لا اتحاد جمركي بين البلدين وسوق مشتركة واتحاد اقتصادي بين البلدين. كل هذه المراحل ضرورية لنتمكن من تحقيق اندماج اقتصادي. اليوم لو تسمح يا أخي العزيز، لو ندرس من الناحية الاقتصادية العلمية الميزات التفاضلية لكل من الاقتصاد التونسي والجزائري، ستتأكد أنه على تونس والجزائر العمل على دعم هذا التكامل وهذا الاندماج الاقتصادي. نعم. يكون مدروس ولمدة طويلة حتى تحقق الأهداف. وهذا هو ما الموجود في إعلان قرطاج. نعم. الذي توج. نعم. هذا اللقاء. نعم. هناك جوانب اقتصادية أخرى تتعلق بالاستثمار. اليوم في اعتقادي لابد من تفعيل الحريات بين الشعبين، حرية الاستثمار، حرية التملك، حرية يعني حرية استثمار الجزائري في تونس لابد أن تكون حرية كاملة مثله ومثل التونسي، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر، وهذا يتطلب لربما تغيير بعض التشريعات وتوحيدها بين البلدين. نعم. طيب. الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال التونسيين والجزائريين مهمة، تنمية المناطق الحدودية أيضا. نعم. ولما كنت في وزارة التجارة وقمت بزيارة إلى الجزائر الشقيقة، عملت مع المرحوم وزير التجارة الجزائري الأسبق على وضع خطة لتنمية المناطق الحدودية من خلال بعث مناطق حرة، وهناك دراسة في تونس شاملة لبعث 5 مناطق حرة على الحدود التونسية الجزائرية. فاعتقادي كل هالمشاريع من شأنها أن تدفع بالتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو أمر ضروري لدحر الإرهاب، لدحر التخلف، لدحر البطالة في كلا البلدين. وأنا متأكد اقتصاديا وأن هالتعاون في هالاتجاه وبهذه الكيفية سيكون وين تو وين، سيكون يعود بالفائدة على البلدين يعني بنفس الدرجة. تونس في حاجة إلى الجزائر، والجزائر في حاجة إلى تونس.